إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن انتكاس أو النزوح في أمراض السرطان. عندما يتم الانتكاس أو النزوح المرضي يتم استئصال السرطان بالجراحة أو تدمير بالأشعة أو علاجه بالأدوية المضادة للسرطان. طبعا فإن يحدث انتكاس في هذا الموضوع أو نزوح بحيث يظهر السرطان مرة أخرى في نفس المكان أو في موضع آخر من الجسم. وعملية يعني النزوح تنتج عن الاستئصال الجراحي غير الكامل أو بسبب الانتقال بعض الخلايا السرطانية أثناء العملية الجراحية إلى نسيج سليم، وكذلك في حالة عدم التدمير الشامل لجميع خلايا السرطان، وفي حالة العلاج أيضا بالأشعة أو عدم العلاج التام بالأدوية المضادة للسرطان. قد يظهر المرض بعد العلاج نتيجة لظاهرة انتشار السرطان ويطلق عليه عملية النزوح المرضي، وقد أيضا تسقط بعض الخلايا السرطانية في تيار الدم قبل العلاج، وتكون هناك مستعمرات سرطانية في أماكن أخرى داخل الجسم. قد أيضا تستغرق فترة يعني فترة قصيرة جدا عند ذلك، يعني ممكن أن يصبح الأمل في الشفاء، ما نقول يعني مستحيل، ممكن نقولنا ضعيفا من هذه الناحية، لأن المرض يعني يكون قد استشرى وانتشر في عدة أماكن داخل الجسم، وحينئذ يعني يصعب السيطرة على هذه المناطق مرة واحدة في نفس الوقت، لأن صعب جدا السيطرة على مكان واحد. كيفما يعني يتم يعني السيطرة على عدة أماكن، هذا يعني صعب جدا في هذا الموضوع. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.